كنت نايمة بحكي لأبوي فاطمة انتبهي في انفجار. فأنا ما وعيت والشباك منفجر علي. دعست على الكزاز ما استدركت إنه دم وهيك، يعني حرفياً مش عارف أنا كيف انسحبت لحضن أبوي وكيف رحت على الغرفة أصلاً. فوتوا علينا الكلاب بدون جنزير بس كانوا حاطين هذا الإشي اللي أوجههم. صح إنه في جواتي خوف وهيك، بس فكرت بإخواني أول، فكرت بأمي، فكرت بأبوي. كان الكلب لابس إشي يعني هيك سحبته، فقعدونا في وسط الغرفة وحكوا لنا غطوا دنيكم في انفجار. هسا إحنا في عنا بجنب الغرفة اللي إحنا قاعدين فيها بير، فحكينا لهم انه في مفتاح للبير انه نقدر نفتحه. فاجوا فجروا واحنا بالدار، وقعت علينا البرداي. صحنا ما صارش فينا شيء، فانه انا قررت اواجههم. فصار يحكي لي روح روح انت ما الكاش دخل، انا بفهمش عربي. حكيت معهم انجليزي، على الاقل مي اكل شيء. ما قبلوا ولا شيء حرفيا. كلنا شفنا ابوي وهم كلبش ومغطين عيونه، اخر شيء غطوا عيونه يعني بعد ما شافني. حكى لي انه دير بالك اخوانك، انه هاي الكلمه مش عارف كيف، انه يعني كنت اعيط بس بديش افرج اخواني اني اعيط او خايفه. لا ما عيطت لليوم، ما عيطت للاسف.